Hey, hello there. Good evening, everyone. صباح الموز عليكم أو مساء الموز مش مشكلة. المهم يبقى في حاجة فيها موز في الأخير. إيه الأخبار معاكم يا جماعة؟ أنا عايز أقول لكم حاجة خطيرة جدا. أنت عارف إنك أنت أهدافك من الحياة العملية بتاعتك بتتغير تدريجيا خلال فترة حياتك من غير ما تحس؟ يعني مثلا على سبيل المثال، أنت في بداية حياتك العملية بيبقى عندك طموح وأحلام خزعبلية، حاجة كده ولا في الخيال العلمي. أنت بتشتغل عشان عايز أحلام كبيرة قوي، أحلام يمكن ما بتشوفهاش إلا في الأفلام بتاعت الخيال العلمي حرفيا. يعني بعد كده طموحك ده بيقل تدريجيا، وأحلامك دي تبدأ تختفي تدريجيا، وتبدأ تفكر في الاحتياجات الأساسية بتاعت حياتك العادية. لو أنت عايز تكون بقى أسرة، تعملك بقى بيت صغير، تعيش حياة كريمة، تبدأ تخلف عيال، حاجات زي كده. بعد كده تدريجيا بتبدأ بقى تطلع نفسك من حسابات الاحتياجات أصلا، اللي هو أحلامك أنت الشخصية ما بقتش ليها عايزة، وبيدوب أنت بتحاول من خلال حياتك العملية ومسيرتك الطويلة جدا في الحياة العملية دي، إنك يدوب تحقق أحلام واحتياجات اللي ملزمين منك من عيالك وأهلك بقى وحاجات زي كده. تدريجيا بعد فترة معينة بتبدأ تتحول، حتى انك انت بتعمل المستحيل عشان تحقق أحلام واحتياجات عيالك وأهلك، إلى كأنك عاجز انك حتى تحققها. ده باختصار شديد أهدافك اللي بتتغير خلال مسيرتك في الحياة العملية. وانت بقى الشعور ده تحديدا اللي انت بتوصل له ده، هي دي النتيجة اللي بتبقى مؤلمة جدا على الواحد، اللي هو ضيع حياته وعمره وعمل تضحيات كبيرة جدا، وفي الاخر خالص ما حققش حاجة حرفيا. ويبقى اللي هو حققه هي ادنى مستويات الاحتياجات اللي ممكن كان يفكر فيها. ودي طبيعة الحياة، انك انت ما تقدرش تعمل كل حاجة انت بتحلم بيها. في الحقيقة هي الحياة مش لازم تبقى عادلة، ومش لازم انك انت تاخد فيها كل حاجة، لان لو هي فيها كده ما كناش هنفكر في الاخر كتير يعني. لكن حد فاهم حاجة من اللي انا بقوله ده؟ ولا انا كمان مش عارف، لو حد فاهم حاجة بيقولي.